يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إتلاف بيض الحمام وأعشاشه إذا كانت تضر الإنسان وتزعجه؟ الذي يؤذي يقتل، الذي يؤذي يقتل، حمام وغيره دفعا لأذاه. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم إلا إذا كان في مكة، حمام في مكة لا آمن، فلا يهيج ولا ينفر ولا يقتل. نعم، يجعل في بيتها وفي محله شيء يمنع الحمام، يحط شبك، يحط شيء يمنع الحمام. نعم.